عربي ألماني بودكاست لكل شخص بحب اللغة العربية والألمانية. عبوا الدنيا أمل وعبوا الدنيا حب وعبوا الدنيا طاقة إيجابية. فبتمنى أنا كمان من كل قلبي إنه هذا الأمل أو هاي الأمنية اللي أنت عم تحكي عنها تصير حقيقة بيوم ما إن شاء الله يا رب. يعني بصراحة الحديث معك ما حلو نوقفه يعني أو يعني لا يمل والله بصراحة يعني لأنه ابتسامتك لحالة بالمكتب. تسلم. الله يسلمك. الله يخليك. الله يسلمك. ولكن خليني أطرح عليك سؤال. ديما أنت وصفتي حالك كتير ولكن يعني خلال المقابلة، ولكن كيف توصف حالة ديما بخمس صفات؟ ديما هي الثقة، ديما هي الأمل، ديما هي يلي ما بتستسلم، ديما يلي بتعطي من قلبها، ديما يلي اللي ما بتفقد شيء أو ما بتفقد أمل بهاي الحياة، وإذا فقدت بتلاقي أمل. حلو كتير. أكيد جاوبتي 100%. شكرا كتير لك. طيب ديما، شو بتحبي تقولي لديما اللي كانت برجلتين؟ ديما هلأ بعد ما مرت بكل هاي التجارب وبعد ما شافت كل شيء وشي اللي صار فيها، شو بتحبي تقولي لديما اللي كانت برجلتين؟ تحبي تنصحيها شيء؟ تحبي تشكريها على شيء؟ بتحبي تقولي لها أي شيء كرمال ديما الحالية تقدر تستفاد من هاي التجربة؟ واو، سؤال عمر، واو. بقول لديما القديمة أنه بتشكرك لأنه خليتيني اكتشف نفسي من جديد، بتشكرك لأنه خليتيني أعرف قيمة نفسي أكتر، بتشكرك لأنه كمان خليتيني أعرف قيمة الحياة وقيمة الناس اللي حوالي. تمام. شكرا لأنك قويتيني، لأني لولا فقدان رجلي أنا ما بكون هون، صدقني أنا ما بكون هون. هي عم بحكيها بكل منتهى الصراحة، ما بكون هون. نعم بصدقك من كل قلبي وعقلي كمان. طيب سؤالي الأخير، شو هي الجملة اللي بتقوليها لنفسك وقت تكون مثل ما أنا بحب أقول الدنيا مظلمة؟ يعني جملة أنت سمعتيها قريتيها أو أنت ألفتيها؟ جملة لنفسي بقول مقولة، يعني مقولة أنت يعني مقولة. تماما، ممكن تكون بالعربي، ممكن تكون بالإنجليزي، ممكن تكون بأي لغة، ما بتفرق يعني. هاي ما فكرت فيها أبدا. هلا في كتير مقولات بصراحة يعني بحس أنه أساسية بحياتي، بس الأبسط أهم وحدة هي never give up. نعم. أنه شو ما صار وشو ما صار بالدنيا كلها، خلي في عندك ثقة بنفسك، خلي يكون في يقين قوي بنفسك أنه لا أنت. اسأل حالك سؤال واحد بس بتمنى لأي حدا مثلا عم يسمعني هلأ، وأنت اللي عملته هذا الشيء كافي لنفسك ولا أنت بتستحق الأفضل؟ دايما خلينا نبحث على الأفضل، لأني أكيد كل إنسان انخلق بشيء معين. أنت عندك قوة معينة وأنا عندي قوة معينة والغيري عنده قوة معينة وجاري عنده قوة معينة، كل حدا عنده قوة معينة بهي الحياة، فلازم نكتشفها. فنيفر جيف اب، لا تستسلم. نعم. شكرا كثير لك. شكرا لهال يعني لكمية الحب وال في شيء هيك يعني بصراحة يعني أنا حسيته هلا وأنا عم بحكي معك، وبتخيل أنا الناس اللي عم يشوفونا ويسمعونا وتنزل حلقة كمان اللي حيحسوا هذا الشيء، إنه هاي الطاقة اللا عن جد اللا محدودة اللي أنت عم
بسيها يعني هلأ بصراحة، شغلة يعني فريدة من نوعها، يعني قلائل الناس اللي بيكونوا بهذا الليفل، بهذا المستوى من الطاقة الإيجابية يعني. ف بتمنى أنا كمان مثل ما أنت قلتي قبل شوي، يعني نحن بناخد ومنعطي تماماً يعني وبترجع. بتمنى كتير، أنا بتمنى كتير أنه وقت تنزل هاي الحلقة أنه الناس والكوميونيتي والناس اللي حتسمع وتشوف الحلقة يعني ينزلوا عليك بوابل من رسائل الحب، بحيث أنه إذا كانت البطارية تبع الطاقة الإيجابية هل أدى تصير هل أدى لك أنا من نوع وتتعبى كلها كمان، حتى لو بدهم مثلا يعطوني مثلا يعني مثل ما بنحكيها أكيد طاقة الإيجابية دايما تبقى الطاقة الحلوة يلي بتقدر بتغير لك يومك، عرفت يعني لا. ممكن كلمة مني من أي لأي شخص تغير له يومه، عرفت؟ بالفكرة أنه حتى لو بدهم يعطوني طاقة سلبية أنا ما عندي مشكلة، إن هي الطاقة السلبية أنا بحكمي كشخص فيني حولها لطاقة إيجابية. لما بتختار كيف تمشي، لما بتختار كيف ترد على الأشخاص، عرفت علي؟ كمان أنا متقبل، يعني أنا بتقبل جميع الآراء، أنا بنت مسالمة. شكرا كثير لك يا ديما، شكرا كثير لك. بنهايه حديثي معك انا بحب اعطي لضيوفي دائما الموبايل السحري. هذا الموبايل يا ستي بتقدري من خلاله تبعتي رساله SMS لكل شخص على الكره الارضيه. لكل شخص على الكره الارضيه فيك تبعتي له رساله SMS بجمله واحده، وانت عندك رساله ديما. شو بتحبي يكون فحوى هاي الرسالة؟ جملة واحدة لكل شخص على الكرة الأرضية. الرسالة هي أنه ما تفقد ثقتك بنفسك، وآمن بقدراتك. يمكن هاي جملة مختصرة بس فيها كتير معاني، فيها أسمى المعاني، وبتخيل أنه هاي الجملة أو هدول الجملتين هن اللي بيلخصوا كمان حياة ديما. كيف هي تجاوزت الإعاقة الجسدية وحرت العنان للطاقة العقلية اللي بمخها كرمال توصل لكل شيء هي بدها اياه. بنهاية المقابلة بحب أقول شكرا شكرا شكرا، وبتمنى لك كل التوفيق، وبتمنى لك عن قريب كتير تحصلي على الرجل الاصطناعية اللي بتقدم من خلال التريك دي، وبتمنى انك تنهي الدراسه اللي عم تدرسيها، وبتمنى لك كل التوفيق بالعمل تبعك وبكل الخطط المستقبليه والاهداف والامال اللي بتمنى عن جد انه يصيروا حقيقه. شكرا كثير ديما. شكرا كثير لك، شكرا على الاستضافه الكريمه عن جد اللي رح تترك بصمه بقلبي، بغض النظر عن الشيء اللي حكينا، بس كمان انت اللي طاقة والدعم اللي عطيتني اياه عن جد، يعني انا كتير بتشكرك على هذا الشيء من كل قلبي. شكرا كتير، شكرا كتير ديما. بتمنى ان تكون الحلقة عجبتكم، وبتمنى لكم يوم سعيد، وكل الطاقة والامل من ديما ومني لكم كلكم. سلام.